هروح مع حضراتكم لتجربة بشوفها من أكتر التجارب المتميزة في كرة القدم في السنوات الأخيرة. بتكلم تحديداً على منتخب بلجيكا اللي أصبح بيضم الحقيقة نجوم في كل المراكز، وأصبح في كل البطولات اللي بيشارك فيها من المنتخبات المرشحة. هيكون معنا الصحفي البلجيكي بارت لاجا، الصحفي بهيت نيوز البلجيكية. بداية طبعاً أهلاً بيك على شاشة الأهلي وبشكرك على وجودك معنا. مساء الخير. طبعا يعني بدايه خليني ابدا من اليورو 2020. يمكن قبل بدايه البطوله كانت اغلب الترشيحات بتصب في مصلحه المنتخب البلجيكي، منتخب يضم يعني مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، ولكن في النهايه لم يوفق المنتخب البلجيكي في مشواره. ازاي شفت مسيره بلجيكا في يورو 2020؟ أعتقد أنها بالفعل كانت خيبة أمل كبيرة، لأن هذا الفريق كان مؤهل وكان مرشح أن يصل للنهائي البطولة. وصلنا للنهائي بالفعل في 1980، ولكن لم نستطع أن نفعل هذا الأمر في هذا النهائي. هذا الفريق وهذا الجيل هو أفضل فريق في تاريخ بلجيكا. عندنا لوكاكو، عندنا دي بروينا، وعندنا هازارد، لكن لسوء الحظ لم نصل للنهائي، وإيطاليا فازت بالفعل بالبطولة. فبالتالي هي خيبة أمل كبيرة أن لم نحرز هذا الكأس. وكذلك في قبل النهائي لما لعبنا ضد روسيا كان الامر مخيبا للامانه. بعد انتهاء البطوله يمكن كان قرار الاتحاد البلجيكي باستمرار روبرتو مارتينيز المدير الفني، هل انت كنت من المؤيدين لهذا القرار ام بترى انه يجب تغيير الجهاز الفني وانه يتحمل مسؤوليه خروج بلجيكا من يورو 2020، خصوصا ان احنا امام شهور بسيطه جدا على بطوله كاس العالم؟ سؤال مثير للاهتمام بالفعل، لأن حتى الآن يبدو أن روبرتو مارتينيز سيبقى، بالتالي في وجهة نظري يجب أن نجرب رجلا آخر ونجرب مدربا آخر، لأن بالتالي روبرتو مارتينيز ليس وحده هو المسؤول عن ما حدث، لكن أيضا يجب أن نجرب مدرب آخر، ولدينا أيضا مدرب فني جيد للاتحاد البلجيكي، فبالتالي أعتقد أن لديه فرصة ويكون مرشح أكثر لإدارة الفريق في الفترة القادمة. فأعتقد أننا يجب أن يكون لدينا مدير فني آخر قبل كأس العالم، وأعتقد أن مارتينيز ليس لديه فرصة في كأس العالم القادمة في قطر. أتمنى له الأفضل، لكن أعتقد أن وجود مدير فني آخر سيكون أفضل للفريق، وأعتقد أن هذا الأمر يعتمد على مدى تطور الفريق واللاعبين الشباب في الفترة القادمة، كما رأينا في منتخب إيطاليا وكما رأينا في المنتخبات الأخرى. بلجيكا بالنسبة لعالم كرة القدم الحقيقة دولة استطاعت أنها تعمل طفرة، وأصبحت الحقيقة في كل بطولة بتشارك فيها من المنتخبات المرشحة لتحقيق أي لقب. من وجهة نظرك إزاي استطاعت بلجيكا أنها تكون المنتخب القوي ده اللي عنده القدرة على المنافسة، وإمتى ممكن نشوف لقب عالمي لمنتخب بلجيكا؟ أعتقد أن يوجد الآن لدينا فرصة قوية جدا لإحراز لقب قادم كما فعلت بالفعل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فأعتقد أن لدينا الآن الفرصة. أعتقد أننا ضيعنا فرصة بالفعل في يورو 2020 في فرنسا حينما خسرنا أمام ويلز، كانت خيبة أمل. وأعتقد أن الآن لدينا بطولة مهمة جدا، وأعتقد أن لدينا فرصة قوية جدا لبلجيكا لتفوز ببطولة. ضيعنا فرصة من قبل لكن في روسيا 2018، لكن الآن كل المنتخبات حولنا قوية، فبالتالي هذا الجيل لديه فرصة قوية للمنافسة،
وسيكون من الخزي والعار ان يكون لديك اسماء كهازارد ودي بروينه وكذلك اكسل هيت وكذلك مروان فيلايني وكل هؤلاء اللاعبين لم يلعبوا في البطوله الماضيه من بدايه البطوله. فاعتقد ان روميلو لوكاكو وفي هيئه جيده ولدينا فرصه، لكن بالفعل ضيعنا فرصه الفوز بيورو 2020. بمناسبة الكلام عن والحديث عن نجوم المنتخب البلجيكي، وهو بالتأكيد بيضم كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم، خليني أكلمك كمان على سوق الانتقالات. يعني أخبار كتير أو تقارير كتير بترصد تحركات لبعض اللاعبين البلجيكيين، في مقدمتهم لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي ومهاجم الإنتر. هل في جديد فيما يتعلق بصفقات أو انتقالات اللاعبين البلجيكيين من أندية لأندية أخرى؟ بالطبع بالنسبة لوكاكو نعرف كلنا أن تشيلسي يريد مهاجم جديد، وهم جربوا مع هالاند لكن لم يستطيعوا، فبالتالي الآن يحاولون مع لوكاكو. ولوكاكو يريد أيضا أن يلعب لتشيلسي لأنه كان حينما كان مراهقا وهو مشجع لتشيلسي، لكن إنتر ميلان الآن يريد اللاعب ويريد أن يحتفظ بروميلو لوكاكو. ولوكاكو بالفعل سعيد جدا في إيطاليا لأنه يتذكر حينما كان يلعب في مانشستر يونايتد، بعد ما انتقل لإنتر ميلان حقق أفضل رحلة له وحقق معه الدوري الإيطالي، فبالتالي سيكون الأمر صعبا بالنسبة للوكاكو أن يغادر وينتقل تشيلسي إلا لو كان بمقابل كبير جدا ليقنع النادي الإيطالي. وأعتقد أن تشيلسي إذا قدم مبلغ أقل فبالتالي لن يستطيع إحضار اللاعب. عايز أرجع معاك فلاش باك وأعرض، بما أنك أنت يعني بتظهر معنا على قناة النادي الأهلي، صورة جمعتك بواحد من أهم نجوم النادي الأهلي الحقيقة في السنوات الأخيرة، عماد متعب، لما كان بيلعب في بلجيكا وتحديدا في ستاندارد ولياج. يمكن الصورة ظاهرة على الشاشة، تكلمنا عن ذكرياتك وأكتر حاجة يمكن جمعتك مع عماد متعب. نعم، كان وقتا غير عاديا، وقتا مميزا جدا، لأنه كان لاعبا رائعا في هذا الوقت، وكذلك أحمد حسن حينما كان يلعب في أندرلخت. عماد متعب كان مضى لستاندرد ليج، وكانت التوقعات كبيرة بالنسبة لعماد متعب أن يحقق شيئا كبيرا مع ستاندرد ليج، لكن بعد ذلك بفترة قصيرة هو عاد لمصر. فكنت أغطي حينها أخبار نادي ستاندرد ليج، وهو قابلني وطلب مني أيضا أن النادي طلب مني أن أسافر للقاهرة وأقابل عماد متعب وأتكلم معه، وكانت الرحلة صعبة جدا، كانت أثناء شهر رمضان، وكان اللقاء كان بالليل في مركب على النيل، وكان لقاء رائعا. هو شرح لي في هذا الوقت كل ما يدور في ذهنه، وأعتقد أن كان له ظروف معينة غادر من أجلها بلجيكا، وكان لم يستطع أن يتحكم في الموقف الخاص به، لذلك عاد. وكان هذا اللقاء لقاء طيبا، وأنا أيضا أشتاق لرؤية مصر. أهلا وسهلا بك في أي وقت، ونتمنى الحقيقة زي ما شفنا تألق لاعبين مصريين في ملاعب بلجيكا وفي أندية بلجيكا، نشوف وجوه جديدة، وخصوصا أنه مصر دايما مليئة بالمواهب. بارت لاجا الصحفي البلجيكي بمجلة هيت نيوز، بشكرك على وجودك معنا. كلام كتير الحقيقة عن موسم جاي في منتهى الصعوبة، عن مشوار مصر في تصفيات كأس العالم، عن فكرة السوبر ليج الإفريقي، هيكون مع واحد من كباتن مصر الحقيقة، نجم من نجوم الكرة المصرية، كابتن علاء نبيل، هيكون ضيفنا في السادسة بس بعد الفاصل.